ادخلوا على علي رضي الله عنه وقالوا يا علي يا علي نطلبك ان تقتص لمن قتل عثمان. قال ذلك مطلب شرعي، انا ما عندي مشكلة. لكن جلس يسألهم هل تستطيعون على هؤلاء الثوار؟ قالوا ما نقدر. قال امهلونا حتى نؤسس، يعني كأنه يقول نؤسس الارض والبلد ثم بعد ذلك نقيم الحد عليهم. استأذنوه الزبير وطلحة وراحوا لمكة، اعتمروا وجلسوا في مكة واعتزلوا مثل هذا الامر. هو رضي الله عنه وارضاه قام علي بن ابي طالب وخطب خطبة وكتبها. من ضمن ما جاء في خطبته قال يا معشر الاعراب، الاعراب ادخلوا مع الثوار بعضهم جهال، والعبيد اللي عند مواليهم انحاشوا وساروا من ضمنها الخوارج. قال يا معشر الاعراب اذهبوا الى امياهكم، يعني روحوا الى البر وابحثوا عن الماء وابحثوا عن رعي اغنامكم. ويا ايها الموالي اذهبوا الى اسيادكم، اللهم اني قد برئت منهم ان لم يذهبوا. هو يبغى يخفف اعدادهم علشان يحاول يسيطر على هؤلاء الخوارج، لانهم لا يريدون طاعته. الخوارج عندهم شيء من الخبث. قاموا الخوارج وخطبوا، قالوا اذا سمعنا خطبة علي بن ابي طالب فلا تطيعوه، لا يذهب العبيد ولا يذهب الاعراب، اقعدوا معنا فقوونا فانه لا يستطيع. وبدأوا يشحذون الناس ويذكرون الناس بمقتل عثمان. شوفوا التناقض، هم اللي قتلوا عثمان والان يذكرونه، يحاولون انهم ينبشون على كذلك مقتل عثمان. اقنعوا الناس وجلسوهم، فقام رضي الله عنه وارضاه فقال عثمان اذا انا علي يقوله اذهب الى الشام. الشام ما بايعت، الكوفة بايعت، البصرة بايعت، مصر بايعت، لكن مكة بايعت، لكن الشام ما بايعت. ومعاوية كان موجود فيها. معاوية يقول رضي الله عنهم جميعا لابد من ان يقتص لعثمان ونحن نعترف بعلي بن ابي طالب فهو خليفة المسلمين. في نفس الوقت كانت مكة، الان وصل الزبير وطلحة، التقوا في من مكة؟ التقوا بعائشة. قال يا ام المؤمنين ايش رايك؟ قالت اما انا فارى رأيكم نروح للبصرة ونجيش الجيش لسببين. شوفوا اهدافهم كلها طيبة، عشان نقوي جيش المدينة وفي نفس الوقت نقتص لمن قتل عثمان. علي بن ابي طالب يوم جاه الزبير وطلحة قال روح للبصرة وجيب جيش يساعدونك. قال والله لا اتي بجيش يخوف ويروع المسلمين في المدينة، انا احترم قبر النبي واحترم وجود السنة هنا، فلا يمكن. هذا اجتهاد علي رضي الله عنه وارضاه. المهم اتفق، تكلمت عائشة مع الناس وخرج معها مجموعة، عبد الله بن الحضرمي كان هو الوالي على مكة، طلع هو الزبير وطلحة وعائشة وطلع معهم مجموعة من مكة. وين رايحين؟ رايحين البصرة. قالوا بنجيب الجيش عشان نساعد علي رضي الله عنه ثم يقتل من قتل عثمان. وصل الخبر الى علي بعد ما طلعوا. علي بن ابي طالب كان بيتوجه للشام، قال اغير طريقي الى البصرة. وصل منطقة اسمها الربذة او الربذة معروفة الى اليوم، لكن يوم وصلها للجيش تعداه، فعلم انهم وصلوا الى قرابة دخول البصرة. ارسلت عائشة رضي الله عنها رجل اسمه عبد الله بن عامر، قالت روح استأذن امير البصرة، كان رجل اسمه عثمان بن حنيف او حنيف، قالت قل له اننا موجودين وجايين نبي نقابله. عثمان بن حنيف ارسل لهم اثنين، صحابي وتابعي، ارسل عمران بن حصين صحابي، وارسل التابعي ابو الاسود الدؤلي. تعرفون ابو اسود الدؤلي ولا ما تعرفونه؟ وش سوى ابو اسود؟ هو وضع النقاط، وش بعد؟ وضع النحو. اللي نحى النحو هو كان له فضل، ولذلك قال له علي بن ابي طالب تعال يا ابو الاسود اكتب وانحو النحو الذي سامليك. فجلس يكتب، فقال له انك تحفظ اللغة العربية او كما قال، فكتبها وانتشرت اليوم على اصول تلك، وطبعا الفضل لعلي رضي الله عنه وارضاه في ذلك. الشاهد ابو الاسود الدؤلي هذا جو الى عائشة هو وعمران بن حصين، جلسوا يسألونها وش جابكم؟ قالت عائشة جئنا نريد ان ناخذ الجيش يساعد علي بن ابي طالب يقفون معه. شوفوا طيبة الصحابة، شوفوا كلامهم الطيب، شوفوا محبتهم رغبتهم في الخير. ثم قالت ونريد ان نقتص ممن قتل عثمان. قال هذا اللي عندكم؟ قالوا انتظري نسأل عثمان بن حنيف نشوف وش يقول. ادخلوا على عثمان بن حنيف وقال الكلام جيد، بس خلونا نقابل الزبير وطلحة. جاء الزبير وطلحة وقابلوا عثمان، قال لهم انتم بتسببون لي مشكلة، انا تابع لعلي بن ابي طالب،
كيف تبون بدون اذنه؟ قالوا حنا لن حنا مع علي بن ابي طالب، حنا لسنا ضده ولنا ونعطيك راي. قالوا وشو؟ قالوا ثلاثه اماكن ما راح نجيها، المسجد وبيت الاماره وبيت مال المسلمين، هذه خلها تحت سيطرتك وحنا بندور على الناس ولا راح نلزم احد، اللي بيقتنع من كلامنا يجي معنا واللي مو مقتنع تركنا. فوافق عثمان بن حنيف، قال يعني راي جيد. فادخلوا الصحابه رضي الله عنهم جميعا، والناس انقسموا ثلاث اقسام، منهم اللي قال تم انا معكم، ومنهم اللي قال انا مع والي الوالي عثمان بن حنيف، ومنهم قالوا لا 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 احنا نعتزل هذه فتنه ولا ندخل في ذا الفتنه، وخرجوا معتزلين. لما حصل الموضوع وبدات الناس تقترب وسمح لهم عثمان بن حنيف، الثوار ضاقوا، قالوا اذا تحقق ما يريده عائشه وطلحه والزبير فشلت خطتنا. قام رجل منهم اسمه حكيم بن جبله، هذا اسمه مشهور في التاريخ، قال والله لا سبب بينهم مشكله. فراه شارك في مقتل عثمان طبعا، جمع مجموعه وقال تعالوا نهجم على جيش عائشه وجيش الزبير وطلحه، وهجم عليهم وبداوا يقتلون في بعض الصحابه. عائشه لما شافت الموقف اشارت على الصحابه قالت اخرجوا من البصره، اطلعوا حتى يهدى هؤلاء السفهاء الغوغاء. فعلا طلعوا من البصره وهدأ الناس اليوم الاول. اليوم الثاني امر عثمان ابن حنيف هذا والي البصرة تجهيز جيش ويحمي اولئك الصحابة، لكن الثوار هجموا عليه ونتفوا لحيته، حتى انهم قابل علي بن ابي طالب قال انظر يا علي لم يبقي هؤلاء السفهاء في وجهي شعرة واحدة من شدة الفتنة. فابن حنيف لما طردوه عائشة رضي الله عنها والصحابة سيطروا على البصرة، صار عندهم قوة، واعلنوا الزبير وطلحة قالوا لقد سيطرنا على البصرة، وبالفعل سيطروا عليها سيطرة كاملة. وصدر قرار من الزبير ومن طلحة ومن عائشة رضي الله عن الجميع، قالوا يقتل كل من قتل عثمان في البصرة. كم عددهم؟ 600. واقاموا عليهم الحد وقتلوهم كلهم الا واحد، اقتلوا 500 وكم 99 شخص وبقي واحد. هذا اللي بقي اسمه حرقوص ابن زهير السعدي من بني سعد، انحاش وعلى ما يقولون زبن قبيلته بني سعد وحموه ولا استطاعوا ان يقتلوه، وفيها حكمة انها لم يقتل في تلك. قالت قبيلة بني سعد ما نعطيكم هذا حرقوص الا بمحاكمة، وهم قتلوا اولئك كلهم. هذه الوقيعة طبعا حدثت في 25 ربيع الاخر في عام 36 هجرية. طبعا سيطروا على البصرة، الحين صارت المشكلة قدام علي مشكلتين، مشكلة الشام التي لم تبايع ومشكلة البصرة. اهل البصرة طبعا لما سيطروا وحصل اللي حصل، هنا قتلت عثمان. يقول علي رضي الله عنه وارضاه لما وصل جيشه الى البصرة قال ادخلوا، وصل الخبر ادخلوا اليهم فاسمعوا منهم ماذا يقولون. وقالوا له ابو موسى ان حدث كذا وكذا وان الصحابة سيطروا وانهم قتلوا، قال والله اني سمعت رسول الله قد قال، شوفوا علي بن ابي طالب، ستكون بعدي فتنة القاعد فيها خير من الواقف، والواقف فيها خير ايش من الماشي، والماشي فيها. وبدأ يخبرهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا قعقاع، قال لبيك يا امير المؤمنين، قال اذهب اليهم، رح للكوفة، اذهب اليهم في البصرة واسألهم ماذا يريدون. فدخل القعقاع رضي الله عنه وارضاه وبدأ يتحدث معهم، وقالوا لا اننا سيطرنا واننا قتلنا، اعلنوا رضي الله عنهم جميعا للكوفة والاهل مصر، قالوا اقتلوا من قتل علي عثمان رضي الله عنه وارضاه. لما تجيشت الجيوش، هذا الكلام كان يوم الخميس في نصف شهر ربيع في سنة 36، لما تجيش الجيوش هنا حصل امر خطير جدا، قاموا بعض الثوار وارادوا ان يقتلوا في بعض الصحابة عشان يسببون فتنة بينهم وبين علي رضي الله عنه وارضاه. لكن القعقاع كان ذكي، قال ماذا تريدون من علي؟ قالوا نريد منه ان يقتل من قتل عثمان. رجع القعقاع قال يا علي بن ابي طالب ان عائشة وطلحة والزبير يقولون قال ساقتلهم بعد ان يعني اسس امر الدولة على رأيي انا.
فوافقت عائشة رضي الله عنها وافق طلحة لانهم قال لهم القعقاع الحين بقى لكم حرقوص هذا ما قتلتوه وتورطوا فيه كيف تبغون عثمان علي يقتل 600 من كل بلد غير لي في المدينة. فاقتنعوا انه فعلا ستكون فتنة فهدأت الامور قالوا اذا نصطلح. قال لهم علي بن ابي طالب موعدنا بين البصرة يعني تطلعوا من البصرة ونلتقي في مكان حدده لهم وفعلا طلعوا. ذيك الليلة افضل ليلة نامها الصحابة لكن الثوار يوم شاف الصلح خلاص انتهت المشكلة ما في مشكلة عشان تعرفون ان الصحابة مو من اللي تسببوا اللي تسبب هؤلاء الخوارج هؤلاء الثوار لما شافوا الامر كما هو قالوا هذه مشكلة وش نبي نسوي الان قالوا قوموا انتم يا الثوار الموجودين في جيش عائشة قتلوا في الصحابة وانتم يا الثوار اللي في جيش علي قتلوا في الصحابة واعلنوا بين الناس ان جيش علي غدر بجيش عائشة والعكس. فقام الثوار وغدروا بمن حولهم فقتلوا فيهم واللي عند علي كذلك قام الناس يصيحون غدروا بنا غدروا بنا. التقى الصفان في معركة الجمل. الجمل سميت معركة الجمل لسبب عائشة وعليهم شافت المعركة ذهلت ما يبون القتال الصحابة بعيدين لكن الكتب هذا شو اسمه جورجي شو اسمه زيدان اللي تكلم في قصة ادبية مكذوبة تكلم كلام قبيح بعض المستشرقين اتهموا الصحابة يا جماعة نزهوا انفسكم عن الصحابة الصحابة قصدهم طيب. عائشة رضي الله عنها قامت تنادي الناس قالها رجل صالح اسمه كعب بن سوار من علماء البصرة قال يا ام المؤمنين قومي للناس وامريهم ان يجلسوا فانت زوجة رسول الله وجلست تنادي لكنها امرأة الصوت ما سمع. فقالت لكعب بن سوار ائتني بجمل عطني الجمل عطني بعيري فجاب لها الجمل. قالت ضع الهودج الهودج تعرفونه اللي يوضع على الجمل مثل الكوخ. قال كعب فوضعت الجمل وركبت عائشة فجاء المسلمون فوضعوا يترسون يعني يحطون له حصن وحطوا دروع على اساس ما تصاب ام المؤمنين وجلست عائشة يا اهل الجمل يا صحابة رسول الله كفوا عن هذا تناديهم رضي الله عنها لكن صوتها لم يسمع. قالت لكعب بن سوار خذ هذا المصحف كان معها مصحف وارفعه على سيفك وقل اني اناديكم ان تتحاكموا الى كتاب الله. شافه واحد من الخوارج ذولي الثوار كعب بن سوار واطلق عليه سهم وطاح ومات رضي الله عنه. وحاولوا يسقطون عائشة رضي الله عنها وارضاها هؤلاء الثوار ليسوا الصحابة فهاجموا الجمل حتى ان علي بن ابي طالب سمع صوت عائشة وسمع صوت الناس ينادون خشي على عائشة قال علي ارسلوا 70 رجلا من شجعانكم يحمون امهم وراحوا 70 رجل قال لهم علي تسللوا بين هؤلاء واكسروا رجل الجمل اكسروا رجل الجمل عشان يطيح لان اذا طاح الجمل كانها عبارة عن الانهزام ويوقفون الجيشين من القتال. وفعلا تقدم 70 رجل وكان من جملتهم واحد كسر رجل الجمل هذا فسقط الجمل واجتمعوا حتى يحفظون ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وهدأ الناس. وكان علي بن ابي طالب يركض بين الناس فلما جاء قال بشروني طمنوني على ام المؤمنين ويوم شاف عائشة قال قرة عيني يعني يوم شفتك ارتحت هل اصابك شيء قالت لم يصبني شيء رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. هؤلاء الصحابة لما هدأت الامور وقلت الاوضاع ارتاح الصحابة وهدأت اوضاعهم في تلك اللحظة وفي ذلك الوقت قام الثوار ايضا يفعلون من الغدر ما لم يتوقع. استعد طبعا رجعوا للبصرة ورجع عائشة رضي الله عنها وارضاها وجلست في بيت في البصرة ثم بعد ذلك ودعها الى مكة طلع معها قرابة 40 رجل يحمونها برئاسة اخوها محمد ابن ابي بكر رضي الله عنهم جميعا وارسل معها اكثر من 20 امرأة يخدمونها وارسل معها مال لدرجة علي بن ابي طالب راح يودعها على رجله لين تقريبا عدة اميال ثم ارسل الحسن والحسين وهذا رد ايضا على من يتهم علاقة الصحابة بآل البيت وراح الحسن والحسين وطلعوا الى ان غابت الشمس وهم يودعون عائشة رضي الله عنها وارضاها. في هذا الموطن طبعا في معركة الجمل في امرنا ما قلت لكم هو من اهم المواقف معركة الجمل الزبير بن العوام ما هو قلنا هو طرف رضي الله عنه الزبير العوام سمع جاه رجل قال له يا زبير عندي امر بقوله لك قال قل يا رجل قال بس تعطيني الامان
اضمنك ما تؤذيني. قال لك الامان. قال اذكرك بحديث سمعته من رسول